منهم مغفرة منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لتربن الجحيم ثم لتربنها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا.
امداد کن امداد کن در دین و دنیا شاد کن از رنج و غم آزاد کن یا غوث آدم دستگیر امداد کن امداد کن در دین و دنیا شاد کن از رنج و غم آزاد کن یا غوث آدم دستگیر امداد کن امداد کن در دین و دنیا شاد کن از رنج و غم آزاد کن یا غوث آدم دستگیر امداد کن امداد در دین و دنیا شاد کن از رنج و غم آزاد کن یا غوث آدم دستگیر امداد کن امداد در دین و دنیا شاد کن از رنج و غم آزاد کن یا غوث آدم دستگیر امداد کن امداد کن در دین و دنیا شاد کن از رنج و غم آزاد یا غوث آدم دستگیر امداد کن امداد کن در دین و دنیا شاد از رنج و غم آزاد کن یا غوث آدم دستگیر امداد کن امداد کن در دین و دنیا شاد کن از رنج و غم آزاد کن یا غوث آدم دستگیر امداد کن امداد کن در دین و دنیا شاد از رنج و غم آزاد کن یا غوث آدم دستگیر امداد کن امداد کن در دین و دنیا شاد کن از رنج و غم آزاد کن یا غوث آدم دستگیر امداد کن امداد کن در دین و دنیا شاد کن از رنج و غم آزاد یا غوث محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مولایا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الامم امین تذکر جیران بذی سلام ماذا استبن عن جرام مقلت بدم مولایا صلی و سلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق دعم دعاته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واهتكم مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كل وانصب الى ذاته ما شئت من شرف وانصب الى قدره ما شئت من عظم مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديام مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كل فان فضل رسول الله ليس له حد فيغرب عنه ناطق بفم مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كله يا اكرم الخلق ما لمن علوذ به سواك عند حلول الحادث العمام مولاي صل وسلم دائما عبدا على حبيبك خير الخلق كله هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفینا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک و سلم علیہ
یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلا رت شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو قاظم الرضا کے واسطے، بحر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے، بحر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارا قبض واحد بے ریا کے واسطے، بل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعد، بل حسن مربو سعید سعددہ کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت رما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقن سے دے رزق حسن، بندہ رزداق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ، دے حیات دی محیے جان فدا کے واسطے، طور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا، دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بحر ابراہیم ہم پر نار غم گلدار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو ضیا دے روئے ایمان کو جمال، شہزیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کر احمد کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے، عشق حق دے عشق عشق انتماع کے واسطے، خب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمدہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس الدین بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدہ کے واسطے، نور جان و نور ایمان نور قبر و حشر دے، بل حسین احمد نوری لقا کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، حامد و محمود اور حماد و احمد کر مجھے، میرے آقا حضرت حامد رضا کے واسطے، سائے جملہ مشائخ یا خدا ہم پر رہے، رحم فرما آل رحمہ مصطفیٰ کے واسطے، بحر ابراہیم بھی بارش مولا نور کی سرکار سے حصہ گدا کے واسطے، سقا ان آیاں کا دے چھے عین علم و عمل، عفو عرفا عافیت حرب نوا کے واسطے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، الفاتحہ. اللهم صل وسلم على تلاوة القرآن وصلاة الآيات وصلاة إلى أحد النبي صلى الله عليه وسلم وبصدقة النبي صلى الله عليه وسلم من أسهل الأنباء الكاملين وعلى سائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعلى سائر التابعين وعلى سائر أولياء الكاملين لا سيما لا حد الغوث الأعظم خطب العالم سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى عنه وعلى سيدي سندي مجدد لمعت الحاضر مؤيد لملة الطاهرة الشيخ العلامة إمام أحمد رضا خان قاضي فاضل البريدي رحمة الله تعالى عليه وإلى سائر أولياء أصحاب السلسلة العلية القادرية النقشبندية الجشتية الرسبية الصهروردية الصابرية الشاذلية العليم الوسية وإلى سائر فريق أهل السنة والجماعة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وبرحمة بحرمة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه قادری یم نعرہ یا غوث اعظم میزنم دم دے شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب